الجزء الثالث من محاضرتنا راح يبدي بمثال 3x سكوير تكامل 3x سكوير ماينس 7x over 3x plus 2dx. هنا أنا راح نشوف عندنا فد ملاحظة جدا بسيطة أنه الأس للبسط هو أكبر من الأس للمقام. فهنا degree of numerate greater than or equal to the degree of denominator sorry يعني البسط أكبر من المقام. بهاي الحالة راح نتجه إلى طريقة القسمة الطويلة، نقسم البسط على المقام. هذا طبعا هواية طلاب يقول لك ليش ما نصعد المقام إلى الأعلى ونشتغلها، لا هذا بالنسبة له مو تفاضل حتى أصعده للأعلى، هذا تكامل، فالمفروض أنه ينحل بإحدى الطرق، طرق التكامل. فهي واحدة من الطرق اللي ممكن انه تبسط لي المعادلة بحيث اوصلها الى حد يسهل التكامل به. فنقسم ل 3x squared minus 7x divided by 3x plus 2. الحد الثابت هنا ما لنا علاقة به، نعتمد على ال x. 3x squared divided by 3x equal x، x times 3x equal 3x squared، x times 2 plus 2x. طبعا بالقسمة نطرح، فهذا ماينس ماينس، ايش راح يصير؟ هذا الحد الاول كله يروح، الحد 3x تربيع ناقص 3x تربيع تروح، يبقى ماينس 7x ماينس 2x هي الماينس 9x. نقسمها على ال 3x تصير 3 ماينس 3، طبعا ماينس 3 تايمز 3x هي ماينس 9x، ماينس 3 تايمز 2 ماينس 6، طبعا هي اشارتها ماينس واحنا نطرح بالقسمه، فيصير بلس بلس، هذا الحد الاول يروح يبقى بس بلس 6. فالناتج القسمه هو x ماينس 3 بلس 6 ديفايدد باي 3x بلس 2 مثل ما موضح امامكم. نرجع للقانون مالتنا يعني او للسؤال مالتنا، يساوي لنا تكامل ال x minus 3 plus 6 over 3x plus 2 dx. هذا الـ الحد خلينا نقول المشتقة ما تحت، نوفر المشتقة ما تحت هي الثلاثة، فالثلاثة هنا أنا لازم أخليها بالبسط، الثلاثة جاية كونستانت، فش نسوي؟ الستة جاية من 2 في 3، الاثنين نطلعها برا التكامل، أوكي؟ كحد يعني هنا تصير 2 في 3 على 3 بلس 2، فنقسم التكامل الى ثلاث حدود، الحد الاول هو x فتكامل x تربيع على 2، الحد الثاني ماينس 3 يصير ماينس 3x، والحد الثالث هو 2 يطلع برا لن 3x بلس 2 بالمطلق. هذا قانون بلس c، لا ننسى c مثل ما نبهتكم عليها من البدايه. المثال الاخر عندنا 3x بلس 2 dx. لو نشوف هذا المثال مباشرة راح أقسم يعني التكامل مالتي إلى حدين، 3x divided by square root 1 minus x square dx plus 2 over square root 1 minus x square dx. طبعا أوكي حدين من اشوف هذا الشكل من المعادلات، شو اتخيل بالبدايه ولو اخليها ببالي انه اما هو هذا ساين انفيرس كوساين انفيرس سيكن انفيرس كوسيكن انفيرس، واحد من ذوله، بحيث ارتب وحده من المعادلات راح يطلع بها حد بهالصيغه هاي. راح نشوف اول حد 3x dx over square root 1 minus x square. اوكي ال 3 هذا بظل ثابت ما عندنا مشكله، راح نفرض فرضيه انه 1 minus x square هو اليو، هذا الحد هو ديو، فالديو هي ماينس 2x dx. شو اريد اوفر؟ اريد اوفر في حد بدل x dx وليس فقط dx، x dx. اقول x dx يساوي لنا ماينس هالف ديو، اجي اعوض اليو والديو بدل التكامل، فشي يصير ماينس 3 over 2، هذا لانه هو شنو عوضنا مكان الهالف، ماينس هالف ديو اوفر جذر اليو، الهالف هذا يطلع برا ويا ماينس 3 يصير اوفر 2، تكامل يو ماينس هالف ديو واللي يساوي لنا 3 اوفر 2، اليو
نضيف لها واحد يعني للأس واحد ونقسم على الأس الجديد بلس سي 1. طبعا هذا السي 1 ممكن أن يكون سي 1 سي 2 أو سي أو أي رقم اللي أنتم تختاروه ككونستانت. هو ثابت ما عندي مشكلة، يعني هو رقم ممكن 3 ممكن 5 ممكن 100 ممكن 1000 ممكن بالسال، أيا كان الرقم هذا هو كونستانت ما عندي مشكلة به. فإحنا هنا نسميه سي 1 على أساس أنه البارت الأول، والجزء الثاني راح يكون سي 2. طبعا هذا بس تبسيط، مجرد هذا الواحد على اثنين من يرتفع الى الاعلى شي يصير اثنين على واحد، فالاثنين تختصر ويا الاثنين يصير ماينس ثري تحت الجذر واحد ناقص اكس سكوير بلس سي وان. نجي على الجزء الثاني، اثنين دي اكس اوفر وان ماينس اكس سكوير تحت الجذر اللي هو مباشرة الاثنين، هذا ما عندي بي اي يعني ما يدخل بالتكامل اثنين. هذا الشكل من المعادلات هو ساين انفرس الاكس بلس السي 2، اجمع الحد الاول ويا الحد الثاني حتى اكون الناتج الرئيسي، فماينس 3 تحت الجذر 1 ناقص اكس سكوير بلس 2 ساين انفرس الاكس بلس سي. طبعا جمعت السي 1 والسي 2 سميتهم سي، سموهم سي 3 سموهم سي 4، ما عندنا اي اشكال بالموضوع. نرجع الى الملزمة الرئيسية اللي هي chapter 3. طبعا هذاك كله قلنا بالاديشنال اكزامبلز، يعني ارسلت لكم اياها المحاضرة اوريدي، بس مثل ما شفتوا انه اكو صار خلل بسيط بالصوت فدا عيدها. هذا الجزء راح نرجع الى الجزء امامكم الميثود اوف انتجريشنز، راح يبدي بطرق ثانية، طريقة من اهم الطرق اللي هي الانتجريشن باي بارتس. الانتجريشن باي بارتس جاية من عملية ضرب الدوال اذا تذكروها بالمشتقة، فهي الدي يو في الفي شو يساوي لنا اليو في الدي في، الاول في مشتقة الثاني زائدا الثاني في مشتقة الاول. نحن بس مجرد راح يأزل هذا الحد، ايش راح يسوي؟ راح يسوي دي يو في ماينس في دي يو ماينس في دي يو، بس تحويل يكامل الطرفين يصير تكامل اليو دي في شو يساوي لنا تكامل الدي يو في الفي ماينس تكامل الفيديو. طبعا التكامل والدريفيتيف يروحون واحد ياكل الاخ، ينتج لي بالنتيجه تكامل اليو دي في يساوي لنا يو في الفي ماينس تكامل الفيديو. هذا القانون حفظ راح يطبق على كثير من الاسئله، يعني واحد من الطرق المهمه اللي نختار بها. طبعا بس تبقى عندنا مشكله انه شلون يعني ورا ما نختار انه قلنا راح نحله بالباي بارت، منو اليو ومنو الدي في؟ هنا أنا اكو فد مساعده او فد هنت بسيط للاختيار، يقول اليو تو سمثينج ذات بيكمز سمبلر وذ ديفرنشيشن، يعني نختار لنا حد ممكن بكل سهوله نقدر نشتقه. طبعا هاي اذا توفر، اكو مرات دوال لا هي تجي معقده فلازم احنا نبسطها، بس اكو مرات لا، اكو حد يعني الحد الاول مثلا بسيط ومشتقته بسيطه، والحد الثاني نختاره ابو الدي في نختار حد بسهوله نقدر نكامله، يعني بيها فشروط بسيطه. بس اكو فد ملاحظه جواها تقول it is not always possible to follow this rule but when we can، يعني احنا مو دائما نقدر نستخدم هذه القاعده اللي بالاعلى، بس احنا as we can يعني قدر الامكان راح نتجه لهذه المعادله. طبعا هنا راح نبدي بالامثله، الامثله امامكم عندنا 10 امثله، اني حاللكم 7 امثله من عندها، 3 كهوم وورك جدا بسيطات، راح انطيكم الاديشنال اكزامبلز بها هوايه حالات مشابهه، حلوا هاي السبع اسئله وحلوا الاديشنال اكزامبلز، يلا ترجعون الى الثلاث اسئله الاخيره هاي اللي امامكم اللي هم يمكن السادس والتاسع والعاشر اعتقد اللي مع يعني ما محلوله. فراح نبدي بسؤال الاول x e to the x dx، راح نشوف دالتين مضروبه واثنيناتهم بهم x، فراسا مباشره افرض اليو هي x وافرض الدي في هي e to the x dx، مشتقه اليو هي du ويساوي لنا dx، مشتقه الدي في شو يساوي لنا e to the x dx معناها تكاملها ال v شو يساوي لنا e to the x. مجرد اخلي القانون مقابيلي، تكامل ال u dv يساوي لنا u v ماينس تكامل ال v du، الحد الاول تكامله شنو x e to the x dx اللي هي الداله المطلوبه مالتنا نفسها، شو تساوي لنا ال u في ال v، ال u هي x وال v هو e to the x ماينس تكامل ال v
اللي هي اي تو ذا اكس دي يو اللي هي دي اكس. فهذا الحد الاول ما عندي مشكله به، بس مجرد عندي تكامل الحد الثاني اللي هو تكامل الاي تو ذا اكس يبقى اي تو ذا اكس مثل ما هو بس بلس سي. هذا السؤال الاول. لهنا راح توقف بهذا الجزء من محاضرتنا.